أكبر غلط بيكون هو المبالغة في تناول السكريات بعد الصيام، واحد، وزيادة فترة الصيام إني أصير أخذ 36 ساعة و 48 ساعة من الصيام على أساس إنه أنا بفيد نفسي، بستفيد الواحد، بس إذا كترها كتير الصيام متقطع، إنك توقف أكل، إنك ما تأكل طول اليوم، إنك بكل بساطة تختصر وقت الأكل على إنك تأكل في وقت معين، فكل الوقت اللي ما في أكل ما في وجبة يعني بتضلك ملتزم إقفال فمك بكل بساطة. يعني هو الإشي اللي لازم الإنسان يعيش عليه، الإنسان لم يخلق ليأكل طول النهار، خلق ليصوم متقطع، وعشان هيك جسمنا بيشتغل بكفاءة جدا لما نعمل صيام متقطع. بكل بساطة إنه أنا حددت فرضا إني بدي أخذ وجبتين أو ثلاث وجبات في اليوم، حددت وقت الوجبة اللي بدي أخذها، فأنا في الوقت اللي ما بأكل وجبتي هذا بعمله صيام متقطع. يعني إذا أنا أخذت وجبتين، وجبة غدا وجبة عشاء، فوجبة الغدا الساعة 1، وجبة العشاء الساعة 8، فمن 8 ليلا لثاني يوم الساعة 2 ظهرا أو 1 ظهرا لما بدي أخذ وجبة الغدا هو صيام متقطع، ونومي هو بيجي جوا الصيام المتقطع بس ما بحس فيه لأني نايم. وبين الساعة 2 للساعة 8 هذا الوقت اللي أنا بعمل فيه صيام متقطع برضو، بس أخلص وجبة الغداء لحتى ما أبلش وجبة العشاء. ببدأ الصيام المتقطع من وقت ما توقف أكل، أو بقدر أبسطها للشخص عشان ما يلتخم، بعد ما تنهي وجبة العشاء، لأنه أطول فترة صيام متقطع للإنسان عادة هي فترة ما بعد العشاء إلى وجبة الإفطار أو أول وجبة بياخدها بعد ما يأكل. فإذا حكينا واحد أخذ وآخر وجبة إله الساعة 8 مساء، خلص الساعة 9، فبلش صيام المتقطع من الساعة 9 وبستمر إذا أفطر الساعة 9 ل 12 ساعة صيام. والله بينزلوا، يعني في ناس بيعملوا صيام متقطع، الناس اللي بشكل عام هم نشيطين وما عندهم مشاكل أيضية ممكن ينزل 10 12 20 30 كيلو، بالذات إذا عنده نشاط رياضي. لكن إذا كانت وجباته اللي بياخدها عالية جدا بالنشويات وعنده مقاومة إنسولين، مقاومة الإنسولين ما بتقل كفاية حتى يستمر بنزول الوزن، فبيعتمد على قديش نشاطه الرياضي، بيعتمد على إيش بياكل بعد الصيام المتقطع. كثير مرات كيفية إنهاء الصيام أهم من الصيام نفسه، فبنزلوا في الوزن عادي، بس المهم إنه ما يكون عنده مقاومة إنسولين ويكون عنده نشاط رياضي بنزل. من اول من ثالث يوم رابع يوم واحد فرضا عماله بياكل ثلاث وجبات وثلاث سناكات، هاي حميات الالتهام اللي بسموها حميات صحيه، وبدا فجاه صيام متقطع ياخذ ثلاث وجبات في اليوم، في اخر الاسبوع الاول بكون نزل له كيلو 2 كيلو، لانه بمجرد انه بدش يعمل صيام متقطع معناته هو بالتلقاء نفسه قلل كميه الاكل اللي بياكلها، ولانه بشكل عام بياكل كثير نشويات فهو قلل النشويات، وبالتالي زاد هرمون النمو وقلل هرمون الإنسولين وقلل السعرات برضه، فأكيد جسمه متعود على كمية أكل كتيرة، فتقليل الأكل حينزل الوزن. صيام متقطع للمبتدئين، أنت عم تاخد وجبات الاشترار ثلاث وجبات ثلاث سناكات، فأول إشي بتشيل وجبات السناكات فبتصير عندك فطور غدا عشاء. هلأ بآخر الأسبوع الأول آخر الشهر الأول حسب أنت شو متعود، بتروح بتقول أنا بشيل أسوأ وجبة بيناتهم، مش وجبة العشاء، وجبة الإفطار، فبتصير أنت عندك وجبة غدا وجبة عشاء. بس أنت ممكن تقول أنا بدل ما وجبة الغدا تبعت الساعة 2 8 2 8 أصير وجبة الغدا تصير الساعة 12 أو الساعة 11، بعدها بروح بقلل، أنا صرت أنا متعود على وجبتين، وجبة الساعة 12 صرت أدفشها للساعة 2، وجبة الغدا صرت أقربها للساعة 6، فبزيد فترة الصيام متقطع في اليوم الثاني. بصير أقول طب أنا ليش ما أخلي وجبة عشاء أو وجبة غدا والوجبة الأخرى سناك، يعني بأخذ وجبة غدا وجبة فرعية سناك خفيفة على العشاء، أو وجبة غدا عشاء رئيسية ووجبة غدا فرعية، أو إنه بعد فترة بصير أنا كتير نشيط وكتير ما عمالي بجوع وعمالي بقدر أخذ سعراتي وبروتيني لإني وزني تقريبا مثالي بوجبة واحدة في اليوم مع حتى نشوياتي، فبصير بأخذ وجبة الرئيسية على الساعة 6 أو 7 المساء، يعني وجبة عشاء، يعني باخد ون ميل دي وجبة واحدة في اليوم. بشكل عام اسمه صيام متقطع، فكل الأكل بطبيعة الحال ممنوع في الصيام المتقطع، بس ممنوع تأكل أي إشي، لكن
يمكن استهلاك المشروبات، يعني اجي انا اجيب الخضار وهذا الخضار اعمله عصير، فانا شربه ما بيعمل عملية مضغ، فما بفرز إفرازات كثيرة في اللعاب وإفرازات الفم، فبالتالي بيقلل ارتفاع الإنسولين، بيقلل الإفرازات اللي بتكسر بطبيعتها الصيام. لكن بدنا نكون واضحين هون إنه إذا الشخص هدفه في الصيام متقطع زيادة صحته وليس نزول الوزن، فاستهلاك الدهون أو تناول الأفوكادو على سبيل المثال اللي هي خالي من النشويات رغم إنه بيكسر الصيام لأنه أخذ سعرات، بس ما بيكسر الصيام العضو الأيضي اللي هو ما بيؤدي لرفع الإنسولين. هدفنا تقليل مقاومة الإنسولين في معظم الناس اللي عندهم بيعملوا صيام متقطع. فإيش إشي ممكن أكله يعطيني سعرات حتى أثبت وزني بس ما بكسر للصيام المتقطع أيضيا إذا أنا عندي سكري أو مقاومة إنسولين؟ هو الطعام الغني بالدهون، يعني أشرب زيت زيتون، أكل حبة أفوكادو مع عصر عليها ليمون وشوية زيت. هلأ طبعا السيدات في عمر الإنجاب بكونوا بحاجة لأنهم ياخدوا حديد أكتر، فإذا بياخدوا وجبة واحدة في اليوم وهي عندها نقص حديد تتدمر، بيزداد نقصها فبالتالي في الحديد عندها بيزيد فقر الدم عندها، ولأنها عم تاخد وجبة واحدة في اليوم ما عم تقدر تاخد احتياجاتها فيها، فإنها تعمل 24 ساعة صيام عم تأذيها. فبنقول دائما السيدات في هذا العمر ضروري أنها تعمل 16 ساعة صيام بالأكثر عشان يكون عندها وجبتين، فتقدر تأخذ احتياجاتها الأساسية من الحديد والبروتين حتى ما يتساقط شعرها ويتكسر أظافرها. هلأ بعد عمر توصل عمر الأمل وبدها تأخذ وجبة واحدة في اليوم تعمل صيام 20 ساعة، إذا كانت صحتها كويسة وما عندها مشاكل صحية والأكل اللي بتأخده بعد لما بتأخذ وجبتها ما عم يعني عم بكف احتياجاتها ما في مشكلة. دائما بتختلف من شخص التاني حسب صحته، بس المريض والتعبان أنا لازم أخذ بالكثير 16 ساعة. هي زيادة فترات الصيام بالإضافة إنه لما بنكسر الصيام نكسر غلط، يعني المشكلة دائما بتكون بكسر الصيام. يعني أنا صايم متقطع وزدت فترة الصيام متقطع وأروح أنا أنهي الصيام بإني أخذ كمية كبيرة من المشويات. كمية كبيرة من المشويات شو بيعني؟ بيعني بكل بساطة أنه أنا رفعت الإنسولين من مستوى منخفض لمستوى كتير مرتفع، فبالتالي بصير وجبة الإفطار اللي بدي أفطر فيها بعد فترة زمنية طويلة من الصيام بتدمر الفوائد اللي عم باخدها في الصيام. فأكبر غلط بكون هو المبالغة في تناول السكريات بعد الصيام واحد، وزيادة فترة الصيام أني أصير أخذ 36 ساعة و 48 ساعة من الصيام على أساس أنه أنا بفيد نفسي، بستفيد الواحد، بس إذا كترها كتير هاي مشكلة. اني اصوم متقطع بفترات زمنيه طويله لانه ثبت وزني وبنفس الوقت اللي انا ما عندي طاقه، يعني ما بصير اصوم فترات زمنيه طويله اذا انا شايف انه ما عندي طاقه اكمل صيام. يعني أسوأ ما يمكن يصير في صيام متقطع طويل مدته 16 18 ساعه وحتى 24 ساعه اني اكون بعمله عشان ثبت وزني بسبب نقص حديد على سبيل المثال او نقص بروتين، فثبات الوزن ما عم بحاول بعالجه باني اكل الإشي اللي سبب النقص اللي سببه، باني بكل بساطه عمالي بزيد فترات الصيام، يعني بحرم حالي بدل ما أغذي حالي. رسالة هامة لأصحاب الصيام الطويل. في هاي المراحل الكبد بكون يصنع سكر أثناء الصيام الطويل. أما في هذه الرحلة، في هاي المرحلة بكون الكبد عماله بيستخدم عضلاتك لإنتاج السكر، عشان هيك فقدان الكتلة العضلية في أول أيام الصيام المائي الطويل بتكون كارثية. وفي المحطة الأخيرة، المحطة الأخيرة هي الكبد. هل حمية الكيتو حمية خطرة؟ أكيد هذه الحمية حمية آمنة إذا تم تطبيقها بطريقة صحيحة زي ما أنت راح تعمل. وماذا عن الكبد؟ الكبد هو محرقة الدهون، هو بكل بساطة عنده بتتوقف الأحماض الدهنية، لا يمكن إعادة الأحماض الدهنية هذه إلى دهون لما توصل الكبد. أما عن كلمة السر دائما بتكون في النشوية، ولتكون بالصورة دائما 25 جراماً من النشويات، في كمية النشويات الموجودة بتفاح تمرتين فيها 30 جرام من النشويات. إذا أنت عندك مقاومة إنسولين أو سكري أو أنت عندك تقيس بابايا كبد دهني بدك تلتزم بحمية الكيتو حتى تعالجه لأنك سمعت بفوائده، ما تعمله لحالك. وفرنا لك هذا الكورس حتى يختصر لك الطريق عشان ما تحضر مئات الفيديوهات وألاف الفيديوهات المتغيرة. هل يجب علينا تطبيق الصيام المتقطع يوميا؟ بقول لك بشكل عام انت بتطبق الصيام المتقطع حاليا حتى لو بتاكل الاربع وجبات وثلاث سناكات، يعني فعليا مش عايش عشان تاكل. اهلا وسهلا بكم دليل الكيتو الشامل
لخسارة الوزن بالتفصيل. أهلا وسهلا فيك مع أخصائي التغذية العلاجية والسكري أحمد سمارة.